وأعود إلى خبر إصدار العاهل الأردني مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات مجلس النواب من عمان. تنضم إلينا مراسلة الغد دامة الكردي. إذن العاهل الأردني دامة حسم ما تردد في الشارع الأردني حول إمكانية التمديد للبرلمان في ظل جائحة كورونا، ليس كذلك؟ بالفعل كان هناك عدة سيناريوهات مطروحة أمام الملك عبد الله الثاني، لأن إجراء الانتخابات هو مرهون بإرادة ملكية من الملك عبد الله الثاني. كانت السيناريوهات تشير إلى إما تمديد لمجلس النواب لعام أو عامين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، أو حل المجلس وتحديد موعد انتخابات جديدة. حل المجلس كان يتطلب أيضا إقالة الحكومة، فالحكومة التي تنسب للملك بحل المجلس تستقيل فورا. لذا فإن السيناريو الآخر الذي ذهب له الملك عبد الله الثاني وهو عدم إقالة الحكومة من خلال انتهاء موعد المجلس الثامن عشر، والذي ينتهي يوم 27 من سبتمبر. انتهت آخر دورة، الدورة الرابعة، والتي في العادة يحل فيها مجلس النواب الملك عبد الله الثاني، ولكن مرت دون حل المجلس. بقي المجلس قائما إلى حين تحديد موعد الانتخابات. اليوم أصدر الملك عبد الله الثاني مرسوما بتحديد موعد الانتخابات. سيكون هناك بعد ساعة من الآن اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي الكفيلة بتحديد موعد الانتخابات القادمة، ولكن يجب أن تكون خلال 105 أيام، ما يعني بأن الانتخابات ستجرى قبل نهاية هذا العام، بحسب ما أكد الملك عبد الله الثاني مسبقا بأن الانتخابات النيابية ستجرى هذا العام، ولكن ضمن إجراءات احترازية مشددة، حيث كانت الهيئة قد أكدت بأنها قامت بزيادة عدد صناديق الاقتراع، أيضا زيادة عدد مراكز الاقتراع لضمان التباعد الجسدي ما بين المواطنين خلال فترة الاقتراع والتصويت، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات. سيكون هناك توفير للكمامات والقفازات في مراكز الاقتراع، وهذا شرط من أجل تطبيق إجراءات السلامة العامة. إذن الهيئة كانت جاهزة منذ حوالي 6 أشهر لإجراء الانتخابات، ولكن تم تعديل الإجراءات بما ما الذي يقوم عليه قانون الانتخابات دامة في الأردن؟ تحديد الموعد. يعني نعم، ما الذي يقوم عليه قانون الانتخابات في الأردن؟ وما هي توجهات التحالفات السياسية؟ بالتأكيد هذا القانون، والذي أيضا أثار جدلا في الشارع الأردني، كان هناك مطالبات بتعديل القانون. أجريت عليه الانتخابات الماضية، وستجرى عليه بموجب هذا القانون هذه الانتخابات. هناك توجه لأن يكون هناك تحالفات سياسية. هذا القانون كان الملك عبد الله الثاني قد وجه بضرورة أن يكون هناك قوائم خلال الانتخاب. هذه القائمة هي القائمة النسبية المغلقة ضمن المحافظة، من أجل أن يكون هناك تحالفات سياسية، أن يكون هناك تواجد للأحزاب، تمهيداً لأن يكون هناك تشكيل حكومات من خلال البرلمان. بالطبع كان هناك انتقادات لهذا القانون، ولكن كما نعلم بأن لكل قانون إيجابيات وسلبيات، خاصة في أول تطبيقه. سيتم إجراء هذه الانتخابات كسبيل التجربة، حتى يكون هناك قد يكون تعديل لهذا القانون. الجميع يطالب بالقائمة النسبية المفتوحة، ما يعني بأن تكون القائمة على مستوى المحافظات التصويت لها، ولكن لا زال على قائمة النسبية المغلقة. سيكون هناك تحالفات بالتأكيد من أجل ضمان الوصول إلى قبة البرلمان بأكبر عدد ممكن للأحزاب. شكرا جزيلا لك دامة الكردي، مراسلة الغد، كنت معنا من عمان.